كان لي عودة للنصر في 2008 بعد عودة الأمير فيصل بن عبد الرحمن مرة أخرى، لكن ما استمرت طويلة، أعتقد لمدة شهر أو شهرين، بديت الموسم فقط مع الفريق لأنه كانت في إجازة دراسة، وبعد كذا حاولت أقدم اعتذاري وأرجع من جديد إلين فترة ممكن زادت على 3 أو 4 شهور تم تنسيقي ورجعت ولعبت في نادي القادسية في الشرقية. قرر اللاعب المقاتل أن يبدأ من جديد من المكان نفسه مدرب لفريق براعم الشرقية في كرة القدم، قادهم للفوز ببطولة البراعم على مستوى المملكة، ثم قاد ناشئي نادي القادسية للدور الممتاز للمرة الأولى، ثم قاد شباب القادسية إلى الفوز بلقب الدور الممتاز أيضا للمرة الأولى، ثم رشح مساعدا لمدرب المنتخب الوطني للشباب، حقق معهم بطولة كأس الخليج، لكن نتائج البطولة الآسيوية كانت غير مرضية. أدرك حينها أن أحد أسباب الإخفاق بأن القرار ليس بيده، فاستقال وعاد إلى شباب القادسية لينقذهم من الهبوط. وقبل نهاية الموسم تعاقد مع النصر من جديد، ولكن مدربا لشباب النصر هذه المرة. طبعا في اللحظة هذه بعد انتقالي لنادي النصر، الكلام ذا في 2013-2014، طبعا بالنسبة للتعليم أنا أخذت إجازة لمدة سنتين بدون مرتب، كان عندي يعني رغبة في عمل يعني محطة جديدة بالنسبة لي، وكانت حقيقة مهمة بالنسبة لي في صقل كثير من شخصيتي التدريبية، اللعب تحت الضغط النفسي خاصة مع نادي جماهيري. في أول سنة طبعا في النصر ما كانت بالطموحات اللي احنا نبغاها، وصلنا لنهائي كأس الاتحاد وخسرناه، وفي الدوري أيضا ما كان فريقنا بشكل يعني ما حقق الطموحات المطلوبة، لكن الأمانة من أول يوم كان عندنا أهداف واضحة، ووضحنا أنه أول سنة ما راح تكون سنة بطولة، السنة الثانية كنا حنوعد بالدوري، لذلك عملنا على هالمنهجية هذه. والأستاذ عبدالله العمراني في ذيك الفترة والصاحب سمو الملك الأمير فيصل بن تركي أيضا كانوا متفاهمين وداعمين للموقف. السنة الأولى كان التجهيز، السنة الثانية بدأنا لحصد ثمار العمل اللي سويناه. من خلال السنة الثانية طبعا كأس الاتحاد للمرة الثانية وصلنا فيه للنهائي وبعد وخسرناه أيضا، ولكن حققنا الدوري الشباب في هذاك الموسم 2014-2015، كان أول دوري شباب لنادي النصر بالمسمى الجديد، يعني النصر على يعني ضخامة الاسم وقوة الاسم دوري الشباب ما حققوا نهائيا إلا كان بالمسمى القديم اللي هو دوري المناطق. دوري الشباب الممتاز تحقق ولله الحمد في عام 2014-2015 اللي هي السنة اللي ولله الحمد كنت على رأس الجهاز الفني. طبعا الاستقرار كان مع العائلة بشكل كامل هناك، كان عندي في ذيك الفترة سعود وجوهرة وجاء علي أيضا في الرياض، الله يحفظهم ويخليهم لي إن شاء الله. خلال بعد النصر طبعا وبعد الموسم الثاني مع النصر جاني تفاوض كمدرب أول للمنتخب الشباب، أيضا كان في رغبة من إدارة نادي النصر استمراري كمساعد مدرب في المنتخب في الفريق الأول. أنا أثرت حقيقة المنتخب الشباب، ما زلت أو أخذت قرار على نفسي أني ما أعمل مساعد مدرب بعد المشاركة الأولى لي، لأني أعرف أنه خطواتي حتكون قليلة وما راح أقدر أوصل للمرحلة اللي أنا أبغى أوصلها بشكل سريع إلا إذا كنت مدرب أول في المراحل القادمة بالنسبة لي. وهنا بدأت طبعا مرحلة منتخب الشباب من 2015-2017، تخللتها طبعا كأس آسيا ولله الحمد وصلنا وحصلنا على فضية كأس آسيا، طبعا خسرنا النهائي مع اليابان، كان النهائي طبعا آخر نهائي وصل المنتخب السعودي لدرجة الشباب من عام 92، فكنا حريصين حقيقة أنه ناخذ الكأس، ولكن وصولنا للنهائي كان بحد ذاته جيد بالنسبة لنا، خسرنا بضربات ترجيح مع المنتخب الياباني. كان عندنا أيضا أهداف في كأس العالم في 2017 في كوريا من المحطات المهمة بالنسبة لي، على الأقل الوصول إلى أدوار متقدمة، كنا نبغى نتجاوز الدور الثاني. الدور الثاني في 2011 وصلنا للدور الثاني، احنا دائما نبغى نتجاوز دائما الأرقام هذه، ولكن
في ظروف مرت في المنتخب في هذه الفترة في إعداد المنتخب أيضا، فكان وصولنا إلى الدور الثاني والخروج من منتخب الأوروغواي بطل أمريكا الجنوبية أيضا بالنسبة لنا كان وضع ما كان سيء، كان يعني هدف جيد بالنسبة لنا.